فرق الإنقاذ هذه اضطرت للنزول من الشاحنة وإكمال طريقها سيراً على الأقدام مسافة 30 كيلومتراً قبل أن تصل إلى قرية مغربية طربها الزلزال. وحدات الإنقاذ القادمة من عدة دول عربية وغربية تواجه صعوبة في اجتياز الطرق الوعرة قبل الوصول إلى المناطق المنكوبة. هذه الشاحنة مثلاً علقت وهي في طريقها إلى بلدة أمزميس، فالطريق ضيق لا تستوعب إلا مركبة واحدة، ومعدات الحفر والشاحنات الكبيرة المحملة بالمساعدات تكافح قبل أن تصل. الصعوبات هذه أدت إلى استجابة بطيئة نسبياً للكارثة في مناطق عدة. بعض الفرق استغرقت 4 ساعات قبل أن تستطيع الوصول إلى وجهتها. We're obviously searching for survivors following the devastating earthquake, and if we can find any survivors underneath the rubble, then we'll do everything we can to rescue in this really sad time for the country.